تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير. فاليوم الجميل، صباحكم جميل وصباحكم إيجابي وصباحكم مبتسم دائما. صباح عليكم الخير من خلال برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. هالبرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. اليوم محدثتكم دكتورة ندى الملا، مثل ما تعودتوا عليه كل ثلاثة أطل عليكم من خلال برنامج صحة وسعادة على مدى تقريبا ساعة على الهواء، ندردش فيها، نطرح أهم القضايا الطبية، عندكم أسئلة، عندكم استفسار، موضوع طبي، سمعتوا إشاعة طبية حابين تستفسرون عن مدى صحتها، وبالعادة تكون إشاعة يعني معظمها غير صحيحة، لكن هذا هو الهدف من البرنامج. زائد طبعا ناخذ اقتراحاتكم، ملاحظاتكم، شكاويكم، أي اقتراح عندكم تحسوه ممكن إنه يحسن من الخدمات اللي تقدم في فئة الصحة بشكل خاص وفي الإمارات، الخدمات الصحية تقدم في الإمارات بشكل عام. أرحب أول شيء بالطاقم الموجود معي، في الإخراج معي عيسى سبيل، وفي التنسيق معي اليوم ميرا الغفلي أم خليفة. مثل ما تعودتوا دائما في البداية يكون عندنا فقرة تغذوية خفيفة. فقرة التغذوية مالت اليوم تتكلم عن عنصر وايد مهم اللي هو البوتاسيوم. شو أهميته؟ ليش نحتاجه؟ كم الكمية الموصى بها؟ وكيف نحصل على البوتاسيوم؟ كل هذا بنعرفه مع أخصائية التغذية ثريا التميمي. هي أخصائية التغذية بهيئة الصحة بدبي. يا صباح الورد يا ثريا. هلا صباح الورد دكتورة ندى، شحالك؟ الحمد لله بخير يا ثريا. خبرينا شو أهمية البوتاسيوم، ليش نحتاجه، وين نقدر نحصله؟ إن شاء الله. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم بنتكلم عن معدن رئيسي من معادن الجسم، هو معدن البوتاسيوم. طبعا البوتاسيوم له أهمية كبيرة لأنه يقوم بوظائف رئيسية في الجسم، ومن هذا الوظائف اللي يقوم فيها أنه ينظم ويوازن الماء وسوائل الجسم المعدنية والحمضية في الدم والأنسجة، ويلعب أيضا دور مهم في وظائف القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي، وينظم أيضا نبضات القلب. ويساعد أيضا في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي عن طريق تقليل تأثير الصوديوم. ويقلل أيضا من خطر الإصابة بحصوات الكلى، ويحافظ أيضا على صحة العظام من خلال الحفاظ على توازن الكالسيوم في الدم. جميل. طبعا مصادره كثيرة جدا، مصادر البوتاسيوم متنوعة بين المصادر النباتية والحيوانية، ولكن الاختلاف يكون في النسب التي يحتويها. طبعا نحن عارفين التنوع يكون في المجموعات الغذائية، فبنبتدي بمجموعة مجموعة مثل مجموعة الخضروات والفواكه. أعلى نسبة في مجموعة الفواكه هي في الفواكه المجففة. طبعا من الفواكه المجففة أعلاها هو المشمش، فنص كوب من المشمش المجفف تقريبا يحتوي على 1101 ملي جرام من البوتاسيوم. والزبيب يحتوي على 618 ملي جرام. طبعا بالنسبة للمشمش 1101 ملي جرام يعطينا تقريبا 31 من احتياجنا اليومي، 31%. عندنا مجموعة اللحوم والبقوليات، عندنا أعلاها العدس، ويحتوي 1 كوب منه من العدس المطبوخ على 731. عندنا مجموعة اللحوم والدواجن والأسماك، عندنا الروبيان المجفف منه نص كوب يحتوي على 699 ملي جرام. عندنا من مجموعة النشويات البطاطا، يحتوي البطاطا على اللي هي مطبوخة المخبوزة، يحتوي على 610 ملي جرام. وعندنا طبعا معروف الخبز الأسمر، دائما يكون أعلى نسبة يكون اللي موجود فيه النخالة، أعلى نسبة بوتاسيوم فيه من الخبز الأبيض. الخبز الأسمر شريحة واحدة منه فيها 81، والأبيض الشريحة واحدة منه فيها 37. تمت عندنا مجموعة الحليب، طبعا مجموعة الحليب يحتوي تقريبا الكوب الواحد 366.
في طبعا عندنا القهوة والشاي بعد يحتوي على البوتاسيوم، وطبعا احنا ما ننكر ان المفروض الواحد يشرب قهوة، يشرب قهوة وشاي بس في حدود. فالقهوة تقريبا تحتوي، القهوة اللي هي الكوب الواحد منها يحتوي على 116، والشاي اللي احنا نسميه الشاي الأسود يحتوي الكوب واحد منه 88. طبعا البوتاسيوم يمتص الجسم منه من المصادر الغذائية بحوالي من 85 ل 90%. عشان شي نحن دائما ناخذ البوتاسيوم والمعادن عموما دائما ناخذها من المصادر الغذائية أو المصادر الطبيعية، لأن شكلها وهيئتها وتركيبتها في المصادر الطبيعية تكون جودتها في الامتصاص أحسن، وسرعة الامتصاص يكون أفضل، ويكون نسبة الامتصاص تكون فيها عالية. جميل. ما شاء الله البوتاسيوم كريم، تشوفه ما شاء الله موجود في وايد أشياء وايد أشياء وايد أغذية، بس نسبها تختلف طبعا. هل في أختي ترى أمراض معينة أو أعراض معينة لما يحول لكم إياها الطبيب توصفون الأكلات الغنية بالبوتاسيوم وتقولي لازم عشان يعني تشفى من هذا أو تحسن حالتك خذ أكلات فيها بوتاسيوم زيادة؟ هو غالبا تكون دائما نقص البوتاسيوم للناس الأصحاء، ما يكون في وايد نقص بوتاسيوم أو ما تكون في حالات كثيرة. دائما يكون ارتباط نقص البوتاسيوم في اللي يعانون من أمراض ارتفاع ضغط الدم، ويكونون الأمراض الكلى، لأن هذه لنوعين، حتى أمراض السكري، لأنهم يستخدمون بعض الأدوية اللي تعيق امتصاص أو إفراز البوتاسيوم. صحيح. وفي بعض الناس اللي أو بعض الحالات اللي عندهم أمراض الجهاز الهضمي، مثل مرض كرون، مثل التهاب القولون، يكون عندهم بعد نسبة البوتاسيوم تكون مش طبيعية. في الناس حتى اللي يستخدمون المسهلات، وانتم بكرامة اللي عندهم الإمساك المزمن، فهذه المسهلات طبعا تزيد من وجود البوتاسيوم وانتم بكرامة في البراز، فيتم النقص يكون نازل أصلا. فهذه الحالات أوردي ممكن أن احنا نقدر أن نعطيهم كمية معينة من البوتاسيوم، والعكس صحيح، في ناس أوردي الكمية العالية تأثر، مثل الناس اللي عندهم أمراض الكلى، فيكون البوتاسيوم محدود عندهم. جميل. شاكرا لك استاذه ثريا التميمي، اخصائيه التغذيه بهيئه الصحه بدبي، هذه مداخله عن اهميه البوتاسيوم ومصادر الغذائيه. شكرا لك ونهارك سعيد. الله يسلم، ان شاء الله يسلم. شكرا. الحين عندنا مداخله من مستمع الاخ هاشم. صباحك ورد اخوي هاشم. صباح النور والسرور، كيف حالك اختي؟ بخير الله يسلمك، تفضل. طال عمرك، انا عندي ملاحظه على هيئه التنظيم الصحي. نعم. اللي تابع لهيئه الصحه بدبي. نعم. اول شيء كنت عندي قضيه في هيئه التنظيم الصحي، اللي هي كانت للوالده من احد المستشفيات اللي ما بيذكر عادي. لا ما نذكر اسم المستشفى، بس خبرنا شو القضيه. الوالده راحت عالجت في هذا المستشفى بعد الفحوصات والأشياء والعينات، أعطونا تقرير وذكر الدكتور أنه قال فيها السرطان. الله يعافيه. المرض هذا. نعم. فوصلنا لمرحلة الكيماوي. نعم. فنحن ما كنا عندنا مقدرة مالية عشان ندفع حق الكيماوي. فشلينا الأوراق. نعم. وحولنا لديوان ولي عهد أبو ظبي، وودينا الأوراق هناك وشافوا الأوراق وودونا لوين؟ مستشفى زايد العسكري. نعم. مستشفى زايد العسكري طرشوها خارج الدولة، اللي هي في سنغافورة. وطلع من هناك إن هي سليمة ما فيها شيء، كملت 3 شهور هنا، واللهم كانت عندها غدة تحت الإيد، والغدة هاي كانت هي بكتيريا، شيء من البكتيريا. رجعنا نحن وخذيت الأوراق وخذيت التقرير من الدكتورة في سنغافورة، وختمت عليها وختم السفارة الإماراتية. أنا قدمت أوراق حق هيئة تنظيم الصحة، والملفات كانت مرتبها ورتبتها بشكل يعني جميل، يعني ما حد يتوقعها. يعني خليت الملف لون الأصفر وخليت الملف الثاني بلون الأحمر. نعم. يعني الملف هاي اللي فيها يكون فيها تقارير الوالدة من المستشفى اللي عالجت فيها في أول مرة، والمستشفى اللي كان في سنغافورة الملف الثاني.
ورتبتها وحطيت عليها استيكرات وهذا. أنا حين ملاحظت على هيئة التنظيم الصحي نعم بعد انتهاء من قضية، أنا طبعا خلصت القضية واستلمت التقرير وطلع خطأ طبي من المستشفى ومن المختبر، والموضوع تحول للمحكمة والمحكمة حولوها الحين بعد الوزارة الصحة. نعم أنا ملاحظتي بعد الانتهاء من القضية الأقل الملفات بعد ما أنتم ترشفونها ترجعون على الأقل المريض. الحين مثلا أنا عندي وزارة الصحة طالبين عني أوراق، في نص الأوراق أنا ما عندي إياهم، والأوراق الكاملة أنا ضفتهم كلها هناك. أنا أدري أنهم يأخذون نسخ، لكن نعم. في بعض الحالات يعني نحن ننسى، لأن تدرين مراجعات الوالدة وهذا في مرات أنساها وين حاط الأوراق وهذا. فعلى الأقل اللي أنا رتبتها وعطيتكم إياها تتصلون في المريض ترجعوا للملفات على الأقل بعد ما تأرشفونهم أنتم. أنا يوم راجعت عندهم قالوا لي لا، نحن الملفات نفرها بعد ما نأرشف الأوراق. ليش تفرونها؟ يعني أنا خسرت عليها فلوس وعلى الاستيكر وعلى الأوراق وعلى الأشياء، إذا أنتم ما تبونها رجعوا لنا، نحن نحتاجها. صحيح صحيح، لأن الأوراق هاي مهمة بالنسبة لنا نحن، والملفات أنا دافع عليها فلوس. بالضبط. فإذا أنتم بعد ما تأرشفونها ما تفرون الملفات. هم يعني أنا يوم راجعت عندهم والله كتبها أوراق، يعني في أوراق ناقصة عندي. قلت لهم أبا أوراق حق الوزارة الصحة، لأن الدكتور وهذا مسوين استئناف، والاستئناف حولوها للوزارة الصحة اللي نعم. هي لجنة العليا اللي في نعم. وزارة الصحة. نعم. فقلت لهم أنا حين ما عندي الأوراق الكاملة عسبة أجيب لكم إياها، ولكن راح أشوف التنظيم الصحي لأن الملفات سلمتهم هناك، ونعرف يمكن يكون بين الوزارة والهيئة التنظيم الصحي يكون في تصادم بينهم، هم اللي يأخذون، بس هم قالوا لي لا أنا اللي أروح. فأنا رحت، قالوا عسبة أن يكون بشكل أسرع. صحيح. فأنا رحت لهيئة التنظيم الصحي طلبت عنهم الملفات، قلت له تقدرون ترجعوا لي الملفات لأن وزارة الصحة طالبين عني الملفات. قالوا لي لا، نحن الملفات فريناهم. قلت له كيف تفرونهم؟ قال نحن بعد ما نأرشف وخلص القضية من عندنا نحن نفر الملفات. الملفات أنا دافع عليها فلوس. طبعاً يعني طبعاً أخوي. قال أنتوا ترجعوا لي أنا يعني. أكيد هاي مل. لو أنتوا ما تبغونها ترجعوا لي، أنا ملفات أنا رتبتها بشكل يعني بشكل يعني منتظم عسبة أنتوا اللي ريحكم أنتوا في هذا الشيء. صحيح. أما في بعض الناس يجيبون الأوراق يحطونها في الظرف ويعطونهم إياها، وما يعرفوا وين ساسة وين راسها الأوراق اللي عاطنهم، لازم ترتبها من أول يديك. أنا رتبت الأوراق وحطيتها في الملفات، وحطيت الاستيكر اللي هي اسم المستشفى، والاستيكر اللي هي اسم المستشفى اللي هي وين بسنغافورة، يعني ملفين عطيته. صحيح. انتم ما تبونها لا تفروا. اكيد اكيد احنا يا عسبت يمكن الحين شوفي نفس الحاله هذه عندي الحين وزاره طالبينها، فانا هم جزاهم الله خير اعطوني نسخ من الاوراق اللي كان مأرشفينها، وفي من ضمنهم سيديات. طبعا ما اعرف السيديات، قالوا لي نحن ما عندنا السيديات فريناهم، فراهم هذا ما عرف ما سألتهم، ولكن السيديات بتكون داخل الملفات، فالملفات فروهم أكيد السيديات راحت وراهم أكيد. لا ملاحظتك أكيد أخوي قيمة طبعا، لأن الأوراق هذه أوراق يعني قيمة وفيها معلومات مهمة، وتطلعها مرة ثانية يكون صعب. هاي ملاحظتك إن شاء الله بناخذها إحنا، بنرفع للمعنيين أكيد، وبنتابع معها الموضوع إنه ليش يتم التخلص من الملف، أو شو اللي يستوي مع السيديات أو الأوراق الثانية الملفات اللي تخص المرضى، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نرد عليك خبر ونخبرك شو بيستوي. الأوراق هي الأوراق هم يرشفونها ويتم إزالة السيستم. نعم. ما هم يبون الإجراءات نقدمها على الأونلاين، وبعد فوق هذا نقدمهم في المكتب عندهم. نعم. إذا هم لما أرشفوها ما رم يعطونك نسخة من الأرشيف؟ يعطوني نسخة من الأرشيف، عطوني نسخة من الأرشيف، ولكن أنا كنت أبغى الملفات اللي أنا كنت مرتبنهم. أوكي فهمت. الملف هذا اللي أنا عطيتهم كنت مرتب كامل الأوراق. صحيح. انتوا اذا انتوا ما تبون، انا عارف ان هم عندهم الاوراق وعندهم في السيستم، لان هم ارشفين في الملف، فالاوراق بتتم في السيستم. الملفات وين الصوره وضحت؟ هي نعم
الصورة وضحت أخوي هاشم، سامحني وصل وقت الفاصل، بس أنا وعدتك إن شاء الله رح نرفع الموضوع إن شاء الله المعنيين، ويجينا الرد منهم بخصوص هذا الموضوع ونخبركم إياه إن شاء الله، يا شخصيا يا على برنامج صحة وسعادة. ميرا الله يخليك، خذي رقم الأخ هاشم خليه عندك، وردي ميرا رفعت الموضوع للمعنيين، وإن شاء الله بيوصلك الرد أخوي، وإن شاء الله ما يعني إن شاء الله تكون راضي بالرد اللي راح يجيك إن شاء الله. ومثل ما قلت طبعا وجود الملف الأصلي مهم جدا. شاكر لك أخوي هاشم على المداخلة، وإن شاء الله ملاحظتكم وصلت المعنيين. احنا رح نطلع فاصل، تأخرت على الفاصل انا شوية ما حبيت اقاطعه، رح نطلع فاصل ان شاء الله، بعد الفاصل نكمل برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي حلق باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. احب ادردش معاكم شوية عن موضوع مهم، يمكن هالموضوع كثير من الناس ما تنتبه له أو عندها فكرة مغلوطة عنه، ألا وهي أهمية الصحة النفسية. كوني طبيبة أسرة، فإحنا في طب الأسرة دائما ندقق ونشدد على موضوع أن الصحة النفسية عبارة عن جزء لا يتجزأ من الصحة البدنية. في كثير من المتعاملين أو المرضى لما يجون العيادة يشكون من أعراض عضوية مختلفة، بالعادة تكون صداع متكرر، ألم في البطن، ألم في الظهر، ألم في الجسم، كل يقولون ما في طاقة، أحس أن أنا أنش الصبح كأني تعبان كأني ما نمت. لما ناخذ يقول التاريخ المرضي أكثر نكتشف أنه ما في سبب عضوي للأعراض اللي يعانيها الشخص. تلاقي الشخص زار الدكتور كذا مرة، ماخذ مختلف أنواع الأدوية، مسوي له كل الفحوصات، ما خلوا له أشعة مقطعية، ما خلوا له رنين مغناطيسي، ما خلوا له تحليل دم، كل التحاليل في الدنيا سووا له وكل شيء يرجع طبيعي. والمريض هذا يتساءل يقول إنزين أنا ليش عندي هالأعراض، يعني أنا ما أتخيل. يعني الفكرة المهم إن المريض ما يتخيل، هو فعلا عنده الأعراض، فعلا عنده صداع أو ألم في الظهر أو ألم في البطن يمنع مثلا ممكن يروح الدوام، يمنع يمارس حياته الطبيعية، هالعرض موجود. لما احنا نيجي ونقول ممكن احتمال كبير يكون السبب نفسي، نلاقي في بعض الاحيان من بعض الناس رد فعل هجومي. لا شو يعني نفسي، يعني انا مينون، يعني انا ما اعرف هل هو انا عندي مشاكل نفسيه او لا. للاسف كثير كثير من الناس لا تعي ان عندها مشاكل نفسيه هي المسببه للاعراض العضويه او الجسديه اللي احنا نشوفها. كيف في عالمنا الحالي خصوصا كثير من الناس صار عندها شيء عادي انها تنش الصبح وما فيها طاقه، تحس انها ما عندها العزم الكافي انها تنش من السرير وتتلبس وتروح الدوام. كثير من الناس صار عادي عندهم مشكله انهم ما يحسون كفايتهم من النوم، اضطرابات النوم صارت شيء عادي. تحس الناس تحس طبعا انه شيء عادي، شيء عادي كثير من الناس تحس انه مزاجها دائما مو بعدل، ان مزاجها دائما مثلا نقول الناحيه السلبيه اكثر من الناحيه الايجابيه. فموضوع الصحة النفسية موضوع جدا مهم، أنا إن شاء الله ببحر لكم فيه أكثر. لكن أول شيء عندنا مداخلة من عند أم أحمد، ما رح نحيرها على الخط. أم أحمد صباحك ورد. صباح النور أختي، شو أخبارك؟ الحمد لله بخير، حياك الله يا أم أحمد. عساكم طيبين. الحمد لله طيبين، سماع أصواتكم الجميلة طال عمرك. الله يسلمك دكتورة. أمري يا أم أحمد. أنا موضوعي بكل اختصار إن واحد من العيال يسوي حادث من يوم كان صغير. نعم. فطلبوا منا جهة التدريب وين هو يتدرب تقرير طبي بحالته الطبية. نعم. فهو راح طلع التقرير من مستشفى خاص في دبي. إنزين بعد ما ودى التقرير حق الجهة اللي هو يتدرب فيها تم رفض التقرير. ليش؟ لأنه من مستشفى خاص. من جهة خاصة. صحيح. من جهة خاصة إنه ممكن إنها ما تكون معتمدة. صحيح. فأنا سؤالي هني يعني أطرحها بس أبغى أفهم. يعني مثلا الدكاترة اللي موظفين في الدولة سواء كانوا في الخاص أو في الحكومة مو منهم مرخصين من وزارة الصحة. صحيح. أي تقرير يطلع من عندهم يكون معتمد. صحيح كلامك. المفروض يكون معتمد في كل المستشفيات الدولة، لأن أصلا الدكتور لما ينحل اللي نعرفه يخضع حق تدريب، يخضع حق اختبار، يكون حقه في رخصة طبية تطلع من الوزارة من الجهات المعنية، فكيف تقرير الدكتور ما يقبل؟ صحيح. أختي أم أحمد، المسألة ما تكون بخصوص الطبيب. طبعا مثل ما قلت الأطباء كلهم مرخصين وكلهم مدربين، وما يسوي طبيب أصلا يمارس مهنته من غير رخصة. لكن هناك بعض التقارير وبعض التحاليل حتى مثل فحوصات ما قبل الزواج
لا يتم قبولها من القطاع الخاص لسبب شيء تنظيمي، شيء له علاقة بالتنظيم، ولكن هذا ما يعني يطعن في الدكتور وممارسته، هل هو دكتور زين أو مو زين، هذا أبدا ما له علاقة، ولكن من ناحية تنظيمية يتم طلبها من القطاع الحكومي. مثلا أريد أقول لك هاي مسألة تنظيمية فقط، فأنا أدري هالمشكلة تواجه بعض المتعاملين لما يروحون الخاص، الإجراء في الخاص شوي أسرع، حتى يعني تاخذ التقرير تشوف الدكتور، تاخذ التقرير أسرع شوي من الحكومة. يعني مثلا احنا في هيئة الصحة إذا بيقدم تقرير اليوم بياخذ 5 أيام عمل لما يطلع التقرير، ممكن لو رحت قطاع خاص يطلع أسرع. لكن مثل ما قلت هي مسألة تنظيمية. الحالة اللي عند ولدك، روحي أي عيادة صحية أنتوا تابعين لها وتشوفي طبيب الأسرة، هل الحادث اللي استوى الولد لما كان صغير هل هو مثبت في النظام أنه هو كان عندها الحادث لما كان صغير؟ ترى هاك قبل يوم هاك الوقت الولد يسوي حادث، هي نحن ما طلبنا تقرير يعني من الدكتور اللي عالجه هاي الفترة، لا بس علاجه، بس علاج الحالة مالت الحادث في العلاج وفي ملف الولد هي. إنه مو مسموح له إنه يسوي هيفي ديوتي مثل أو يشيل أشياء ثقيلة، لأنه أوريدي الهب عنده أو وين العظم وين مكان نعم. الخصر متأثر، فهو ما يقدر يعني يشيل أشياء ثقيلة، أو إنه حتى في مرحلة التدريب مفروض إنه يعفونه يعني من الهيفي ديوتي، إنه ما ياخذ أشياء ثقيلة. نعم. فأنا أختي دكتورة بخبرش كيف البروسس صار أصلا، يمكن إحنا غلطنا يعني نحن كمتعاملين أو نحن كناس رايحين هناك، نحن غلطنا في مرحلة من المراحل. نعم. نحن أول شيء رحنا للمستشفى الحكومي، المستشفى الحكومي قالوا لنا أو عطونا موعد بعيد لحد ما نطلع تقرير حق الولد، فنحن أوريدي رحنا حق مستشفى خاص، والمستشفى الخاص سووا يعني فحص كامل حق الولد وشافوا يعني كيف، وبالفعل عطوه برنامج علاج طبيعي وهو ماشي يعني على برنامج العلاج الطبيعي. وبعد العلاج الطبيعي قالوا له في البداية راح تعاني وايد، لأنه لين ما جسمك يتعود إن العظم يرد مكانه ممتاز. فبياخذ وقت، فهو ملتزم يعني بفترة العلاج، لكن فترة التدريب اضطر إنه يوقف لأن الجماعة اللي في المستشفى الحكومي رفضوا إنه يقبلون التقرير من المستشفى الخاص، ودوه على لجنة طبية تابعة حق المستشفى الحكومي، والمستشفى الحكومي رفضوا جملة وتفصيلا تقرير الدكتور للمستشفى الخاص. لما رجعنا حق الدكتور المستشفى الخاص زعل وتنرفز، وكيف أنا ما يقبلون تقريري وأنا شو جاي أسوي هني في البلاد؟ إذا شو يعني سبب رفض، مسؤولة شو سبب رفض اللجنة الطبية للتقرير؟ اللجنة الطبية في لأن المستشفى؟ هم ما سووا فحوصات، يعني الدكتور لما شاف الولد قال له امشي قدامي، بس قال له امشي، ما سوى له لا أشعة ولا سوى له MRI ولا سوى له شيء أبدا. الدكتور اللي في المستشفى الخاص خضع الولد خضع حق كل الفحوصات، سواء كان إكس راي MRI، حتى مثل ما تقولين بعض الإكسسوارات اللي سواه قدام الدكتور، نعم وبين عنده إنه في ويكنس في الليفت ليج، يعني في نعم الريولة اليسار في عنده ضعف الولد تاع، نعم في الريولة اليمين عادي ما في أي مشكلة. فعلى طول هو على حسب الريسبونس، على حسب الريزلتس اللي طلعت كتب التقرير الدكتور. الجماعه اللي في اللجنه اللي في المستشفى الحكومي ما سووا اي فحوصات، انا كنت موجوده مع الولد قال له بس امشي، بسوي له اشعه، سوي له مثلا MRI، سوي له اي شيء. فحص الMRI في الصوره طلع عند الفيرسز الولد في الريل اليسار وايد ويك، ضعيفه يعني حتى الدم ما يمشي فيها. انزين اختي ام احمد، انا شو بسوي؟ بخلي ميرا تاخذ، هل المستشفى الحكومي تابع الهيئه ولا مو تابع الهيئه؟ لا تابع للهيئه تابع للهيئه. اكيد انزين بنحاول ومن احسن المستشفيات الموجودات في الدوله بصراحه، انا ما بذكر الاسم بس اللي انا عارفه انه من احسن المستشفيات. لازم بتأكد لك أختي إن من شو كانت المشكلة، بحاول أعرف شو المشكلة اللي استوت بخصوص التقرير، يعني ليش تم رفضه أو هذا، ولكن هي اللجنة اللي هي تراجع التقارير وعلى عندهم مثل ما يقولون كريتيريا معينة على أساسها يتم قبول أو رفض التقارير الطبية. أول شيء أختي أنا بقول لك، أول شيء التأخير في مواعيد الفحوصات، وبعدين النقل على اللجنة الطبية في المستشفى الحكومي اللي أنا ما بذكر الأسامي، وايد تتأخر يعني الولد قاعد يعاني ما قادر يروح يسوي تدريب، يعني الولد لازم يروح تدريب عشان تجنيد الخدمة الوطنية، صحيح وهو مو برايي يصير يعني لأن ريلا ما تساعده،
جزاهم الله خير يعني الضباط اللي في المعسكر قالوا خلاص انت عشان وضعك الطبي ما بنخليك تسوي هيفي ديوتي. انزين اختي ولدك هالمشكله اللي عنده انه ما مثلا ما يرمي التكه يمكن على ريله او ما يرمي شل، هالمشكله اكيد صار لها سنوات على ريله وايد، واذا مشى مسافات بعيده عادي يسوي له حاله اغماء من الالم. انزين لدرجه انه في بعض فترات التدريب طاح عليهم في الاسعاف وردوه المعسكر. زين بالنسبه الحين للحاله هاي اللي عنده، يعني هاي عند الحاله من الصغر، كم كان عمره لما صار الحادث؟ كان عمره 5 سنوات يوم سوي الحادث. زين فالحاله هي شكلها حتى لما يعني يستدعون الخدمه الوطنيه او عمل او ايا كان يكون في مثل ما يقولون مسافه، يعني ما يعني 6 7 شهور لما هم جزاهم الله خير الضباط ما قصروا وقالوا نحن ما بنخليك لان طاح عليهم اغمى عليه. سريه كامله 300 يعني معسكر او فرد قاعدين يدورون عليه في المعسكر لان اصلا اسعار شله بسرعه رد المعسكر لان اغمى عليه عليهم هناك. زين اختي ام احمد انا شو انصحك من خبرتي المتواضعه كطبيبه؟ انا اقول لك خلي طبيب الاسره يحولك على الطبيب المختص، وهناك الطبيب المختص هو بيطلب له التحاليل ويصدر له التقرير الطبي. في الحكومه تقصدين؟ هي في الحكومه. الحكومي لازم يكون الحكومي راح هو عند، نحن رحنا عند طبيب الاسره وحولونا عند دكتورين في مستشفى زايد العسكري. الدكتور الأول ما سوى أي فحوصات، كتب تقرير أنه هو لائق طبياً. ليش أغمى عليكم عيل في التدريبات؟ لأن الألم لا يحتمل. بس أكيد هو يعني بيطلع التقرير الطبي. الألم يضرب عنده من الخصر وين العظمة لين الرأس. هل هو شاف طبيب مختص في العظام؟ طبيب عظام وطبيب أعصاب. وبعدين حولوا على طبيب علاج طبيعي في المستشفى الخاص، وحين في برنامج علاج طبيعي وقاعد يتبعه الحين. فأنا قلت له أنت أحضر الدورة لا تقصر، دام إن الجماعة اتصلوا فيه قالوا تعال أنت روح. لا تقول ما بروح، راح هو ما قصر لكن طاح عليهم وأغمى عليه هناك في التدريب. إنزين أنا ما أقدر أحكم على يعني المستشفيات اللي ذكرتيها أصلا مو تابعة لهيئة الصحة، يعني الدكتور اللي شفتيه الأخصائي اللي ما سوى له فحص أنا ما أقدر أعلق لأنه مو تابعين هيئة الصحة. لا بس أنا سؤالي دكتورة مثلا دكتور في مستشفى خاص مرخص في الدولة كيف تقاريره ما تقبل؟ هذا سؤالي، لأن هاي مسألة تنظيمية عندنا في الدولة إن المستشفيات الخاصة ما تقبل تقاريرها للجهات الحكومية، لازم يكون بالمستشفى حكومي. هاي إجراء تنظيمي إحنا عندنا. اللجنة الطبية في الجهة الحكومية الدكتور ما سوى فحوصات، على أي أساس يكتب تقرير إنه هو لائق طبيا؟ أنا ما أقدر أحكم لأن ما أعرف شو كانت الحالة. هذه إحنا ما عارفين شو نسوي صراحة، بيني وبينك مو عارفين شو نسوي. أنت هل أنت عندكم بطاقة صحية في الصحة بدبي؟ لأن نحن من أبو ظبي فما عندنا أعتقد أنه في دبي. أنا أقول لك ارجع للطبيب المختص اللي شفتيه في المستشفى أيا كان المستشفى اللي شفتيه الحكومي. لا الحكومي، وقولي له أنت على أي من حق المريض أنه يسأل الطبيب على أي أساس منه. نحن بعنا في التقرير فعشان كذي حولوني على دكتور ثاني في عنده موعد إن شاء الله قريب بيشوف الدكتور الثاني الحين. بس نحن أنا سؤالي يعني الدكاترة الموجودين في الدولة سواء كان خاص أو حكومي ليش تقاريرهم لا تعتمد؟ مثل ما أنت قلتي يمكن في شيء تنظيمي يعني في الدولة إنه لازم يخضع حق لجنة طبية تابعة حق الحكومة ما نروح حق الخاص. يعني ممكن إن أفهمها هذه. نعم. بس دكتور أنت أوريدي وزارة الصحة سوت لهم الاختبار ورخصتهم في الدولة صحيح. يعني ما بيحطون أي حد. بالضبط أم أحمد، أنا مثل ما شرحت لك هي مسألة تنظيمية فقط، وإذا في أحد يسمعنا من أصحاب القرار أو لهم خبرة بالموضوع ممكن يشاركنا فيه. يعني مثلا محليل المسكين تلعوز الولد يعني شلوه بالإسعاف أول مرة أغمى عليه، يعني أنا صراحة خفت يعني في النهاية يعني هذا ولدي يعني أنا خاف أنه يسوي فيه شيء بعد طبعا. في النهاية يعني أي أم لو كانت مكاني أكيد يعني قلبها بيعورها على ولدها، يعني أنا عارفة أنه هو مريض قلت له روح لا تقصر. اختي ام احمد انا اقول لك ان المفروض كي ترجعين للطبيب الاول، انا بس مضطره انهي المكالمه لان وصل وقت الفاصل. انا انصحك ردي للطبيب الاول اخصائي في المستشفى الحكومي اللي شاف وطالبين يسوي الفحوصات لولدك ويبنى على اساس التقرير الطبي. ما يقدر دكتور يبني تقرير طبي ويعفي او ما يعفي من غير وجود تقارير طبيه. سامحيني انا مضطره انهي المكالمه ام احمد، مثل ما قلت لك رجعي للطبيب وخذوا منه، وبتكلم عن الموضوع ان شاء الله شويه عن حقوق المريض مع الطبيب بعد الفاصل، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة.
ورجعناكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم بأرقام التواصل على 600-551414 ورسائل النصية على 4006. قسم الأوعية الدموية بمستشفى راشد أحد أهم الأقسام التخصصية اللي تقدم خدماتها المتميزة للمرضى وفق أحدث الممارسات والبروتوكولات العالمية من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين في هذا المجال. للتعرف على هذا القسم والخدمات المتعددة اللي يقدمها للمرضى يستنى يكون معنا اليوم في الاستوديو الدكتورة دينا القدرة، استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى راشد. يا صباح الورد دكتورة دينا، نورتينا اليوم في الاستوديو. صباح النور والورد دكتورة ندى، أشكركم على إتاحة الفرصة لي للتحدث عن قسم الأوعية الدموية في مستشفى راشد لهذا اليوم في صحة وسعادة. شكرا لك دكتورة دينا. عارفين في البداية شو هو قسم الأوعية الدموية وشو الخدمات اللي قدمها؟ قسم الأوعية الدموية هو عبارة عن قسم يخدم جميع التقنيات في جراحة الأوعية الدموية، يعني ما يخص أمراض الشرايين وأمراض الدوالي الساقين وأمراض الأورام الليمفاوية. الحمد لله القسم على مستوى عالي من الكفاءة والتقنيات الحديثة بما يواكب جميع العمليات اللي نسويها على مستوى عالمي ومستوى تقني عالي الحمد لله. نخدم أولا طبعا كون مستشفى راشد تعرفين فيه أكبر مركز للطوارئ والإصابات في على مستوى الشرق الأوسط، صحيح، بالتالي نستقبل حالات وعدد كبير من الحالات من الطوارئ الكسور والحوادث السير اللي يصاحبها تهتك في الشرايين أو تمزق في الشريان الأبهر اللي هو طبعا أعظم شريان في الجسم. وبالتالي إحنا تركيز مستشفى راشد بصراحة أكثر شيء يكون على الحالات الطارئة جدا. نعم. منها نزيف، منها انقطاع في الدورة الدموية للساق، منها جلطات الدماغية اللي تكون طارئة جدا يكون فيها غيبوبة للمريض، منها أمراض قصور الدموي في الساقين نتيجة السكري، نتيجة تصلب الشرايين، منها جلطات الساقين اللي هي الجلطات الوريدية اللي صاحبها تورم شديد في الساق وبالتالي تحتاج إلى تدخل سريع ودقيق في طبيب الأوعية الدموية في هذه الحالات. كذلك نخدم مرضى الكلى اللي يسوون غسيل كلوي دائم، تعرفون طبعا أن هذه المرضى يحتاجون غسيل مستمر، صحيح، ثلاث مرات، مرتين، مرة في الأسبوع، وبالتالي يحتاجون إلى تقنية دقيقة لاستمرارية هذه العملية عملية الغسيل الكلوي، صحيح. بالتالي نحن نجهز المريض لما مجرد ما يشخص إنك مريض فشل كلوي في اليد مثلا نبتدي إن نسوي عمليات توصيل الشرايين بالأوردة وبالتالي نجهز هذه اليد أو الذراع لعملية الغسيل الدوري. ممتاز. هذا باختصار يمكن إلى جانب جميع التقنيات اللي تكون هذا أنا تكلمت عن طريق اللي هو العمليات الجراحية. كذلك طبعا في قسم كامل ومجهز بجميع التقنيات الحديثة للقسطرة اللي هو العلاج التداخلي. نعم. علاج بالبالون والوايرات والقسطرة إلى ما ذلك لتقريبا جميع الحالات. الحين طبعا نعرف أن الطب تطور، صح، وبالتالي مش كل الحالات تجرى بالعمليات الجراحية التقليدية مثل ما كان أول، صح. يمكن الحين كنا نسوي مثلا 100% من الحالات بالتقنيات الجراحية يعني فتح ودم وهالكلام، الحين يمكن نسوي 70-80% من العلاجات للأمراض الأوعية الدموية بالتقنيات التداخلية، صحيح. بالتالي طبعا كانت تغير الطب وتغيرت التقنيات وتغير حتى التوجه لهذه التقنيات اللي تكون طبعا أقل ريسك على المريض، أقل خطورة على صحة المريض واللفاقة ما بعد العمليات الجراحية والتقنيات، صحيح. هاي كذلك إن سبحان الله فيها كفاءة عالية جدا تجرى جميعها على كفاءة عالية والحمد لله بنتائج مرضية في مستشفى راشد. ممتاز. دكتورة دينا انت ذكرتي التقنيات الحديثة، فخبريني شو أحدث تقنيات والتقنيات الحديثة بشكل عام اللي عندكم في قسم الأوعية الدموية وأحدث تقنية دخلت في القسم؟ أحب أبين أن أولا عشان نعالج المرضى يجب أن يكون هناك تشخيص دقيق وصحيح لأمراض الأوعية الدموية. من ضمن التقنيات الحديثة اللي هي تشخيص الجلطات الوريدية للساق. نعم. لدينا الحمد لله يمكن أحدث أجهزة السونار اللي هي الموجات الصوتية لتشخيص الجلطات الوريدية في الساقين. الجلطات الوريدية في السابق كانت تعالج بصفة يعني
تماما 100% بالأدوية المسيلة للدم ولبس الجوارب الضاغطة. صحيح. وخلاص المريض يكمل على هذا الحال أشهر أو سنة حسب طبعا يعني حسب شدة الجلطة اللي صارت، وبالتالي الجلطة بعد فترة تذوب من الوريد. هذه تنتج في على المدى البعيد إلى تورم مستمر مدى الحياة في الساقين. حاجة المريض للبس الجوارب الضاغطة لمدى الحياة كذلك، ناهيك عن مثلا المضاعفات الثانوية اللي يصير عند المريض دوالي في الساقين كنوع من نتيجة مثل ما نقول تلقائية لوجود الجلطة السابقة. نعم. بالتالي طبعا المريض هذا يمكن ما يوقف متابعة مع أطباء الأوعية الدموية. التقنية الحديثة صارت شفط الجلطة مباشرة من وقت ما تتشخص في المستشفى، يتم تشخيصها بالسونار، وبالتالي على طول يخبرون أو يحولون المريض لطبيب الأوعية الدموية نسوي سي تي سكان طبعا كتشخيص دقيق أكثر. نعم. وبالتالي يتم وضع المريض هذا في قائمة مثلا الناس اللي هم لائقين حق شفط هذه الجلطة. ليش نشفط الجلطة؟ بالتالي أنت تمنع جميع المضاعفات اللي تكلمنا عنها، هو مش حدوث الجلطة فقط ولكن مضاعفاتها خطيرة جدا، إن هاي الجلطة تصعد وتروح وين؟ إلى الدورة الدموية في الرئتين، وبالتالي تسد المجرى الدموي في الرئة ولا سمح الله تؤدي حتى إلى الوفاة. صحيح. فهي مش الجلطة فقط هي الخطيرة ولكن مضاعفاتها هي الخطيرة. طبعا ناهينا عن إن المضاعفات المزمنة الثانية اللي هي تورم الساقين بصورة مستمرة، الألم والإجهاد اللي في الريل، حدوث التلونات والتصبغات اللي يصير غامج في اللون. صحيح. التقرحات الوريدية اللي تصير، وهي طبعا علاجها صعب جدا، خاصة إذا الشخص المريض يكون مثلا وظيفته تتطلب منه الوقفة لفترة طويلة أو الجلسة لفترة طويلة، سواقة السيارة لفترة طويلة، فالمريض يعاني جدا بالفعل. غير إن مثلا الطقس عندنا حار، لبس الجوارب تكون شوي صعبة على المرضى، بحيث إنه والله دكتور أنا ما أتحمل أنا ما أقدر. صحيح. صحيح. فما يكون في نوع من التجاوب من المريض على أساس إنه يحمي ريله من المضاعفات المزمنة. وبالتالي الحمد لله هاي التقنية يعني من سبحان الله اخترعوا هذا الجهاز حق شفط الجلطات الوريدية، أعتقد يعني سهلت على المرضى حياتهم، سهل جدا بالتالي في الناس اللي هم أعمار صغيرة. سبحان الله أنه بيعيش إلى مثلا نفترض إلى 80 سنة، هو الحين عمره 20 30 50 سنة بيتم الجوارب، فهاي الأمور الحمد لله كان فيها تقدم كبير. الشيء الثاني العلاج الحديث اللي هو تقنية العلاج دوالي الساقين. دوالي الساقين عنا طبعا تختلف في درجتها، ولكن المريض اللي يحتاج عملية جراحية للأوردة كان في السابق جراحة ومبيت في المستشفى يوم يومين ثلاث أيام، الحين يجرى بصفة دائمة في علاج جراحة اليوم الواحد، قسم جراحة اليوم الواحد. بالتالي المريضة تي على المستشفى تسوي عملية جراحة الدوالي الساقين بتقنية الليزر أو بالتردد الكهربائي، والحين حديثا صار بتقنية العلاج بالصمغ. هذا ما في أي نوع من التخدير الموضعي إلا أول إبرة لدخول الواير في الساق، وبعدها التقنية تجرى تماما بدون ألم. كيف تقنية الصمغ يعني شو يستوي؟ يعني بدال ما أنت تكوين الوريد من الداخل بالليزر، الليزر طبعا درجة حرارة عالية جدا وبالتالي يكون فيها ألم. نعم. إذا ما كان تخدير موضعي، بالتالي يخدر جميع المسار مال الوريد، يعني من الساق من الكعب من تحت لين الفخذ من فوق الورج. نعم. بالتالي هاي شوية يعني يكون فيها مضايقة للمريض من ناحية إن شك الإبرة وهالأمور. صحيح. الحين تقنية الصمغ، أنت تحقن الصمغ في الوريد بدال ما أنه تكوي من الداخل. يعني تحقن طبعا بمساعدة تقنية السونار أو الألتراساوند، وبالتالي يعني كأنه سدينا الوريد ولكن بالصمغ. فخلاص الوريد هذا تسكر، كأن أيام أول كنا نشل الوريد، بعدين في خلال تقنية الليزر أنه تكوي الوريد من الداخل. الحين ما تحتاج لا مخدر إلا اللهم بس الإبرة المبدئية مالت أول شكة، والحمد لله يعني سوينا التقنيات هاي، بديناها من كم من سنة على كفاءة عالية الحمد لله. طبعا
جميع أطباء القسم تدربوا لهذه التقنية. ممتاز. وتجرى الحمد لله يعني بما يوافق المعايير العالمية وعلى مستوى عالي من الكفاءة الحمد لله. وطبعا يهمنا جدا الفيدباك من المريض نفسه. صحيح. فيعني كثير من المرضى من ضمنهم كانوا يعني موظفين من المستشفى قالوا إن ما حسينا بالألم أبدا خلال العملية، اللهم فقط شكت الإبرة الأولية مالت التخدير الموضعي فقط. جميل. وهاي كانت يعني بالفعل المرضى في منهم يصابون يعني بصدمة من موضوع إن عملية وتقنية وهالأمور هاي. صحيح. مرضى ثانيين بعد اللي يأخذون مثلا مسيل للدم شوي الإبر هاي وكذا تؤدي يعني تكون عائق لإجراء مثل هاي العمليات، وبالتالي هاي التقنية تعتبر من أشياء اللي فيها بالفعل إنجاز كبير لعلاج دواري الساقين. ممتاز. دكتورة دينا، هل في حالات لا يمكن استخدام، يعني تقول هالحالة ما يسوي نستخدم فيها هذه الكونزرفاتيف أو العملية الجراحة يوم واحد أو صامغ أو غيره، ولا لازم يسوي جراحة في حالات كذي، ولا بشكل عام ممكن كل الحالات تعالج بهالطريقة؟ طبعا ما في شيء في الطب يعتبر 100% سواء في الجراحة و 100% بالقسطرة والأمور هاي. دائما سبحان الله في ناس تكون في الجراي أريا في المنطقة الرمادية مثل ما نقول. نعم. على سبيل المثال إذا مريض كان مسوي عملية جراحية في السابق وردت عليه الدوالي، المرضى يمكن عندهم فكرة أن الدوالي ردت، لا، إحنا في عندنا أكثر من جهاز وريدي في الساق. صحيح. 1 2 3، وبالتالي قد يصاب وريد ثاني. في بعض الأوردة تعتبر زائدة، في بعض المرضى عندهم دبل سيستم يعني اكسسوري نسميه وريد زائد. نعم. وبالتالي علاجه ساعات ما يكون بالتقنية الليزر، لأنه خلاص انت شليت الوريد الرئيسي اللي هو المفروض ان نسويه بالليزر او الامور هاي. صحيح. او ساعات تكون دوالي فرعيه، فروع يعني مثل السبايدر فينس والامور هاي، ولكن كبيره جدا. هاي الامور اعتقد لا نستعيض عن الجراحه ما زلنا الى يومنا الحالي، بحيث ان تشيل الاورده هاي يكون كنتيجه يعني حتميه ومثل ما نقول راديكال تريتمنت، يعني نتيجه نهائيه. نعم. للعلاج. ممتاز. نعم. دكتورة دينا، شو سبب وجود جلطات الساق؟ يعني ما شاء الله نشوف متكرر، تسمع حد يا له جلطة، كان مسافر يا له جلطة، فجأة يا له جلطة. شو أسباب جلطات الساق؟ من ضمن الأسباب الرئيسية قد يكون في خلل في تركيبة الدم نفسه، يعني يكون في عوامل للتخثر. نعم. يمكن ما اكتشفت في السابق، ولكن هي المفروض أنها تكون خلقية. صحيح. يعني تركيبة الدم نفسه في عوامل تؤدي إلى زيادة لزوجة الدم، وبالتالي يخلي المريض عرضة لإصابته بالجلطات. إحنا نتكلم عن جلطات الوريدية اللي هي الجلطة العميقة في الساقين. ولكن مشكل الناس يصيبهم إذا كان مريض مثلا يتحرك بصورة دائمة ونشاطه اليومي مستمر، ولكن مثلا في خلال السفر كان فترة انتظار في المطار، بعدين سفرة طويلة، فصار في عبارة عن ركود في الدورة الدموية، وبالتالي يؤدي إلى تجلط الأوردة. شيء ثاني اللي هو ساعات عندنا اللي يسمونه ماي تيرنر سيندروم، اللي هو اختلاف سبحان الله خلقي في تركيبة الشريان والوريد. يعني في نعم. الحوض يكون في ضغط من الشريان على الوريد، بحيث إن وقت ما صار في ركود أدى إلى انقطاع جريان الدم في الوريد، وبالتالي جلطة في الوريد. هاي من ضمن الناس اللي إحنا نرجح إنهم نحط لهم دعامة في هذا المكان عشان نشل نعم. الضغط، وبعد نسحب الجلطة، وبالتالي كأن شيء لم يكن. ممتاز. الأمور الثانية اللي هي المساعدة، خلنا نقول يمكن اضطراب ضربات القلب، الأمور هاي. التدخين عامل أساسي لحدوث الجلطات، وأنا من هنا دائما أحاول أن من منبر نور دبي ننصح المرضى المدخنين عن وقف التدخين. إن شاء الله يا رب نسأل الجميع الصحة والسلام إن شاء الله. دكتورة دينا على السريع، ف30 ثانية نقول أعراض الجلطة الساق. جلطة الساق أول شيء تأتي في المريضة أو المريض ألم شديد في الساق، بحيث أنه ما يقدر يمشي. طبعا ممكن حد يقول لي أوكي يمكن هاي جلطة في الشريان مش في الوريد. نعم. ولكن الشيء المميز لجلطة الوريد أنه ورم مفاجئ في إحدى الساقين. نعم. الورم مع ألم شديد بحيث لا يمنع المريض أو المريضة عن المشي أو حتى الوقفة في على ريلها، على طول هاي الشخص لازم نسأل نطلب منه أنه يتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في تابع لأي مستشفى من المستشفيات. نعم. وتشخيص، أو حتى لو حتى كان ما كان في جلطة لأسباب أخرى، ولكن أول شيء يعني يرن جرس الإنذار للطبيب هو حدوث جلطة في الساق. ليش؟ عشان مثل ما تكلمنا مضاعفات الجلطة لازم نتجنبها
فإن صحيح. لا سمح الله إن شيء نغفل عنه وبالتالي تؤدي إلى عواقب وخيمة. ممتاز. أنا شاكر لك دكتورة دينا القدرة، استشاري ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى راشد، وجودك معنا اليوم والمداخلة عن الخدمات اللي تقدمونها وعن جلطات الساق، ونسأل إن شاء الله السلامة للجميع، ونتمنى إن شاء الله نهار سعيد. شكرا دكتورة نادر. شكرا للمستمعين جميعا، وحياكم الله. الله يحييك. ودمتم بصحة وسعادة إن شاء الله. وشكرا لك عيسى، وشكرا لك ميرا الغفري أم خليفة، وجودكم معي اليوم. وصلنا لنهاية برنامج صحة وسعادة. في نهاية البرنامج أتمنى لكم إن شاء الله نهار سعيد، نهار إيجابي، ونهار منتج مثل ما تحبون. في نهاية البرنامج أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.